العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وعظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم لأهديه وليأسف الكفر الواجبات علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين والأنصار التابعين ثم إلى أرواح الأئمة المتحدين والخلفاء الراشدين وجميع ملائكتك المقربين والأولياء والعلماء الصالحين والشديقين ثم خصوصا سيدنا الشهيد الله والأولياء صاحب الكرم سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عليه ثم أدرك سيدنا الشيخ أولياء تسعه ولي الله سمر رضي الله عنهم وقدوتهم وعوز مدرة الشيخ الشيخ مشينا يا الله طريق وطين أحدث العلماء رضي الله عنهم وقدوتهم وعوز مدرة الشيخ الشيخ يا الله من أجازني ومن أجازهم خصوصا سيدنا الشيخ مشينا نكشف بن أحمد دين رضوان الله تعالى عليهم ثم خصوصا سيدنا الشيخ يا الله شدوكير رضي الله عليه ثم حضرت شدوكير الشيخ يا حاجي يا شيخ أشعري رضي الله عليه وذليه وثم حضرت سيدنا الشيخ يا الله يا حاجي محمد خليل بن غازي عبد اللطيف رضي الله عليه وذليه ووصله حضرت سيدنا الشيخ يا الله ثم لا حضرة سيدنا الشيخ الله حبيب عبد الله بن فقير بن عليه وطله ثم حضرة سيدنا الشيخ الله سيد محمد المالكي رضي الله عنه وطله ثم حضرة سيدنا الشيخ الله شيخ اسماعيل اليماني رضي الله عليه وطله ووصله ثم لا حضرت سيدنا الشيخ الله يا محمد بن كاكيما رضي الله عليه وذله وما حضرت سيدنا الشيخ يا حاجي ردين اشعث شمس العارفين رضي الله عليه ثم لا حضرت سيدنا الشيخ الله شيخ اسماعيل اليماني رضي الله عليه وذله وعوزي ما حضرت سيدنا الشيخ يا حاجي احمد سفيان مفتاح العارفين رضي الله عنه وذليه ووصله اللهم بلغهم وارحمهم وعافهم ثم يا الله يا الله جميع يا الله كرنا نيرا رضي الله عنه رضي الله عنه اللهم بلغهم وارحمهم وعافهم وقنهم وعلى هذه المياه وعلى كل نية صالحة بجاه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. Satersekon pamasang tahlil bersama sekote sepoe salam sarana semulya Kyai Haji Muhammad Ali Syakir se tersaki kalabun pamasang selawat area bersama sekote sepoe salam sarana semulya Kyai Haji Muhammad Afif peka salera naftina ngatore Allahumma inna minkum taqabbal ya karim a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. نويت الذكرى تقربا إلى الله وفداء لنا ولهم من النار أفضل الذكر فاعلموا أنه لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله. يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله 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 لا إله
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله ونحن من الآمنين لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلي على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين بيد الله وبشفاعة رسول الله لنا ولهم الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا وتنفرد به الكرب وتضاه به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتضاء به الحوائج وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج
تحيط به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرد به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستصفى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم
محمدين الذي تنحل تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل ما برد الله وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم